رعاية اليتيم. اليتيم عايزين نعرف قبل ما هو من هو اليتيم. اليتيم حاجتين، اولا هو من فقد الاب مش الام. انا قلتها يمكن في الخطبه هنا، فكان الغلامان يتيمين، كان الغلامان يتيمين، قلت اليتيم من الناس هو من فقد الاب، اما اليتيم من الحيوان هو من فقد الام، لان في الحيوان الاب غير معلوم وغير معروف، وقد يلقح الاب او الذكر من الحيوان الانثى ثم ينصرف ولا يعرف اولاده، وتظن الانثى زي القطه مثلا بتلقح وتتزوج مع الذكر من الخطط، وبعدين ذكر الخطط ده قد يكون واحد واثنين وثلاثه ما يتعرفش مين فيهم الاب، ويمشي تفضل الام هي الحامل هي اللي تشيل اولادها، بعد كده هي اللي بترضعهم هي وترعاهم. فرعايه الام في الحيوان، فجماعه الام في الحيوان يبقى الحيوان ده ايه؟ يتيم. اما في الانسان فاللي بيرعى هو الاب، هو اللي بيصرف هو اللي بينفق هو اللي بيرعى وكده. وبالتالي اليتيم هو من فقد اباه. النقطه الثانيه، لابد ان يكون هذا اليتيم لم يبلغ الحلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ. يبقى ما دام بلغ ما يبقاش عليه يتيم، فقد امه ما يبقاش عليه يتيم، لما فقد ابوه وهو لسه لم يبلغ الحلم هو ده ايه؟ اليتيم الذي فقد الاب ولم يبلغ الحلم. دي بداية كده عشان نعرف من هو اليتيم. بقى ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن اليتيم في القرآن، واسمع كده وتدبر. أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الواحد يشوفه وهو بيمن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيقول له ألم يجدك يتيما فآوى، مقابل دي بقى يقول له ايه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر. شوف قهر اليتيم ودع اليتيم، شوف ربنا بيقول فيه ايه. وبعدين اكل مال اليتيم بقى، شوف ربنا بيقول ايه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف النص على اكل اليتيم. طبعا اكل الاموال عموما حرام، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لكن شوف اكل مال اليتيم بقى، شوف النص فيها على العقوبه، هنا في نهي عام ومفيش نص على عقوبه الا بعد كده ومن يفعل ذلك عدوان وظلم. شوف بقى هنا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نص على العقوبه بالتاكيد والتشديد. وبعدين في تهديد عام، شوف ربنا بيقول فيه ايه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شبه امر، فلذلك ما تضمنش تسيب ولادك ايتام، فخلي بالك من اليتامى، لانك قد تموت وولادك يبقوا يتامى يحصل فيهم اللي انت عملته في غيرهم. ما تضمنش نفسك، فما يجيش ولي اليتيم او الناس اللي ممكن تحسن الى اليتامى فتمنع هذا الاحسان عنهم، فاكر نفسه مخلد. فما انت عندك عيال صغيرين، يقصد ربنا البعيد عمرك ويسيب ولادك يتامى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خد بالك كمان، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. شوف كلام ربنا عن اليتامى. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه عن اليتيم، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. وقرن بين اصبعيه السدره والوسطى.
انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. وشوف بيقول ايه كمان صلى الله عليه وسلم: من قبض يتيما من المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنه بكه ما لم يعمل ذنبا لا يغفر. شوف، اذا ضميت اليك يتيم من يتامى المسلمين لطعامك ولشرابك ضمنت الجنه قطعا، الا اذا كنت عملت ذنبا لا يغفر. ايه هو الذنب الذي لا يغفر؟ الشرك بس، ما عدا ذلك كله معدي. بعد احسانك الى اليتيم كل يوم هتاكلها له وكل شربه هتشربها له، هتمسح ذنوبك مسحا تمحوها نحوا. الا الشرك. من قبض يتيما من المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة البتة ما لم يعمل ذنبا لا يغفر. في الحديث اللي بيقول فيه: من عال يعني انفق وشال، من عال ثلاثة من الايتام، من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليلة وصام نهارا وغدا وراح ساهرا خلفة في سبيل الله، وكنت انا وهو في الجنة اخوانا كما ان هاتين اختان، والصق السبابة بالوسطى. من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليلة وصام نهارا وغدا وراح ساهرا خيفة في سبيل الله، وكنت انا وهو في الجنة اخوانا كما ان هاتين اختان، وقرن بين السبابة والوسطى. فشكى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسوة في قلبه، يعني قال له انه القلب فيه قسوة كده، ما بيرقش ما بيلمش، دموعه مش بتنزل بسهولة، يعني حاسس بنفسه كده قلبه قدامه. فاشتكى النبي عليه الصلاة والسلام، اشتكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قسوة في قلبه، فقال له: امسح رأس اليتيم واطعم المسكين. شوف، ترقق قلبك وترقق فؤاد، امسح رأس اليتيم واطعم المسكين. اليتيم قال العلماء: اذا بكى يتيم بكت السماء لبكائه، اذا بكى يتيم بكت السماء لبكائه وتزلزلت الارض من بكائه. دموع اليتيم خطيرة، فإن دعا اليتيم لا ترد دعوته. اليتيم إذا كان المظلوم رغم إنه كبير ويستطيع يعني إن هو يعني يفش غله يتكلم يضرب يعمل ينتقم لنفسه، يعني دعوة المظلوم لا ترد، يرفع الله تبارك وتعالى فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فما بالك إذا كان المظلوم ده يتيم. فيا جماعة، رعاية اليتيم مهمة أوي. المسلمين فيهم يتامى كتير، واللي يستطيع فيكم أن ينفق على يتيم أو يحن على يتيم أو ينفق رأس يتيم، ما فيش شك إن دي عمل خير كبير جدا. اليتيم فاقد الأب، فقد الحنان، فقد العطف، محتاج لإيه؟ لضمة من صدرك، لقبنة على وجنتك، لمسح على رأسك، لهدية، لكلمة حلوة، لحنان، لتعاطف. يتامى المسلمين دول أمانة في كفالة المسلمين عموما. فأوصيكم باليتيم. وبالتالي طبعا إذا كان اليتيم من ذوي الرحم أو من أهل القربى، ما فيش شك إن دي بتبقى اهم ومسؤوليه اكبر واخطر.
وانت عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما, واللي يحب النبي يحب اليتامى, لان النبي كان يتيم, اللي يحبه لازم يحب اليتامى. وبعدين مين كفل النبي صلى الله عليه وسلم في يتمه؟ عمه ابو طالب. ولذلك مقابل هذه الكفالة هيدفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل فيها طبعا ابو طالب, في ناس قالت ان هو مات عن الاسلام, ولكن القول الغالب والظاهر انه مات ايه على دين قومه, لان الحديث واضح جدا اللي هو قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم كلمة اسفع لك بها عند الله, قال له لولا ان تعيرني نساء قريش لا اخبرت بها عنك. فمعروف ان هو مات على دين دين ابائه يعني. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله هل تنفع شفاعتك ابا طالب؟ تبعي شعروا ليه؟ عشان كفن كفن. سأل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجو ان يكون في ضحضاح من الناس, يعني ارجو ان تنفع شفاعتي بحيث ما يكونش في فقر, ما يكونش في الدرك الاسفل, يوم يبقى في ايه؟ في اخف درجة من درجات الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انه كفن كفن وهو يتيم, فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هتنفع, هتخفف عنه, يعني مش هيبقى زي ابو جهل, مش هيبقى زي ابي لهب, هيبقى اقل الناس عذابا من الكفار بسبب كفالته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكفالة اليتيم ورعاية اليتيم. طبعا الام بقى اللي زوجها بيموت وعيالها صغيرين وبتكسر نفسها عليهم زي ما بيقولوا, وتقعد تربيهم وتربي اليتامى, الام دي داخله الجنه لا محاله لا محاله, مفيش فيها مجال لشك. يعني يمكن اذا كان الاولياء لا يطمئنون الا عند الموت ورؤيه ملائكه الرحمه والبشاره, الام اللي بتربي يتامى دي بتطمن من دلوقتي, مفيش حد ما تطمن من دلوقتي, لانها بترعى يتامى وفضلتهم على نفسها وما اتجوزتش عشان تربيهم. وكذلك لو ان رجل لو ان رجلا تزوج بامرأة ارملة لها يتامى فضمهم اليه وكفلهم ورعاهم كما يرعى ابناءه, ده راجل ده عدى. فمين منا ما عندوش يتيم في اسرته؟ مين منا ما عندوش يتيم في اصدقائه؟ مين منا ما عندوش يتيم في جيرانه؟ وتشوف الارمله وتشوف ازاي كان زوجها صديق لفلان ولفلان وفلان, وبعدين يجي الزوج يموت وتدور الارمله على اصدقاء زوجها فلا تجد منهم احدا, تتبهدل وتجري يمين وتجري شمال تدور على معاش جوزها وتدور على عيالها وتدور على مدارسهم. فما فيش حد فيكم ما عنديش يتيم في اسرته او في جيرانه او في ايه او في اصدقائه. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم, واتقوا الله وقولوا قولا سديدا, وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه, فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الا نكون ممن يقهر اليتيم.